خماسي وفي غياب خماسي من ذهب توني كروس وبا با 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 جول فعلها المنقذ راموس سجل الجول الثالث في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. هذا هو الريال وإلا فلا، هذا هو راموس وإلا فلا، ها هم اللاعبين الكبار الذين ينقذون فرقهم في اللحظات الحرجة. جاء راموس من بعيد سدد بالرأس وسجل الجول الثالث للريال. يعود من بعيد في سيناريو عجيب وغريب، ريال مدريد يضرب الثلاثة اليوم، راموس يسجل هدف في منتهى الروعة. سيشهد التاريخ في نهاية الموسم بأن هذا الهدف هو الهدف الذي سجله أمام البارسا، هما اللذان سيمنحان اللقب لريال مدريد إذا توج باللقب، لأن راموس أنقص للبارسا نقطتان ومنح للريال نقطة، واليوم أضاف نقطتان لريال مدريد بالرأس.